مرحبا، كل عام وانتم بخير. بدي اشارككم هالقصة صارت معي امبارح. في صديق اللي بحكي معي تليفون قال لي رامي بدي استشيرك بهالفرصة الاستثمارية هون في دبي. فعليا التقينا وحكى لي عن الفرصة الاستثمارية، ولقيت انه الفرصة انه العملية كتير 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 بسيطة وكتير سهلة، لكن بنفس الوقت الفكرة كتير ذكية وبسيطة بسيطة لدرجة انه بيقدر اي حدا ينفذها، لو ما انه هو انتبه لشيء احنا بنسميه الماركت جاب او الفجوة السوقية او الشيء اللي احنا ممكن نلاقي انه غيرنا او الشركات او المنافسين مش عم بيقدموه نروح نقدمه احنا. طبيعي هذا جزء من التميز، اكيد هذا الجزء انه احنا ما بنقدم مثلنا مثل غيرنا بيطلعنا من حالة المنافسة. فعليا كانت الفكرة عبارة عن انه بده يشتري بضاعة من سوق هون في دبي وبده يبيعه لسوق تاني برضه هون في دبي، لكن ما في صلة مباشرة بينهم، وهون حيطلع أرباحه وهون حيجمع.